المطالبة بإلغاء فيلم شوغا بسبب سكوتر براون، ترى هذا الشخص دمر شركة هايب وفرقة بي تي اس. فجميع الأرمي بيعرفوا بأنه بتاريخ 10 أبريل رح ينزل فيلم شوغا بالسينما اللي بعنوان شوغا أوغست دي تور دي داي ذا موفي، لينتشر هاشتاج كانسل شوغا والمطالبة بإلغاء فيلم شوغا بكل مكان، لأنه تم إدراج إسرائيل ضمن الدول اللي رح يتم عرض الفيلم فيها بناء على طلب سكوتر براون اللي أعلن أنه إسرائيلي وبيدعم إسرائيل. لكن بعض الأرمي اقترحوا أنها تكون الحملة ضد عرض الفيلم في إسرائيل مش إيقافه بكل سينمات العالم، رغم أنه بعض الأرمي رفضوا هاشتاج كانسل شوغا لأنه هذا الشيء رح يأثر على شوغا لوحده. والطرف الثاني قالوا بأنه هاي الحملة مش ضد شوغا بل ضد هايب وسكوتر براون.